عندما تم تعيين هدى إيمان فرعون وزيرة للبريد والمواصلات، كنا في مجلة السياق العربي قد تعاطفنا معها نظرا لصغر سنها وكذلك لذكائها ومشوارها الدراسي الجيد، لكننا بعد أن شاهدناها في هذا الفيديو تضرب الشيتا لبوتعويقة قررنا أن ننبش وراءها لنعرف كيف عينت هذه الوزيرة في هذا المنصب رغم سنها الصغير. الصيف عن طريق مشاريع فخامة رئيس الجمهورية راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة، وشفنا على أرض الواقع أنها ما زالت متواصلة وما زالت الناس تستفيد منها. زعم البعض أن هدى إيمان فرعون هي ابنة ضابط في الجيش، قال البعض إنه عميد أي جنرال، وقال آخرون إنه عقيد، لكن حقيقة الأمر أن أبا هدى فرعون هو معلم ومثله مثل أمها وليس لديه أي علاقة بالجيش. لكن هنالك سران وصلنا إليهما في مجلة السياق العربي، نطلعكم عليهما ونسأل الوزيرة عنهما كي تجيب عن هذا الأمر. راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة. هدى فرعون، أولا وصلتنا معلومات مؤكدة أنك عندما كنت تدرسين في فرنسا وقبل أن تحصلي على شهادة الدكتوراه عملت لدى مؤسسات عسكرية أنتجت طائرات هليكوبتر حربية. ما هي علاقة الجيش الجزائري بهذه المشاريع التي عملت فيها يا هدى فرعون؟ هل أنت ضابطة في الجيش الجزائري أو في المخابرات مثلما كان حال أحمد أويحيا مثلا؟ راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة. المعلومة الثانية التي توصلنا إليها هي أن أحد أقاربك واسمه فريد فرعون كان أحد عناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ وكان رئيس جمعية تسمى جمعية منتجي الحليب في سيدي بن عباس، وأنه تعرض إلى الاختطاف على يد الشرطة الجزائرية والأمن العسكري ثم التعذيب والقتل، وأن قضيته وصلت إلى الأمم المتحدة وتم التداول فيها في كثير من المحافل الدولية التي أدانت النظام الجزائري في تهم اختطاف المدنيين. ما الذي تعرفينه عن هذه القضية يا إيمان فرعون؟ هل لدى أحد أقاربك كما يزعم بعض الذين راسلونا علاقة بهذا الاعتقال لكي يستولي على ثروة المخطوف فريد فرعون؟ نريدك يا هدى فرعون أن تحدثينا عن هذا الأمر، هل لديك علاقة به مثلا؟ هل تمت رشوتك وإعطاؤك هذا المنصب وتجنيدك أيضا في المخابرات لكي تسكت عائلتك عن اختطاف أحد أفرادها؟ ننتظر منك الجواب يا هدى فرعون، وقبل أن يصلنا منك هذا الجواب إن وصل ننصحك أن تبتسمي قليلا وأنت تتعاملين مع المواطنين الجزائريين لأنك لست سيدة عليهم، وعلى الأقل عامليهم كما تتعاملين مع الأجانب الذين تبتسمين عندما تلتقينهم. أنت لست في ثكنة عسكرية يا من تقمصت صورة وشخصية جندية الجيش، أنت تتعاملين مع مدنيين حتى إن كانت خلفيتك عسكرية كما يبدو واضحا لنا. الجمهورية راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة راهي ناجحة. النفاق. نعم يا هند، النفاق والاعتناق.